اسمي مها محمد الحاج أسعد، أنا بشتغل بمفوضية الأمم المتحدة لتسجيل اللاجئين السوريين. عندي أنا أم لولدين، عندي ماريا وسليم. أنا كأم أكيد بشعر بالأسى والحزن على كل أم أو فقدت ابن أو كان عندها أولاد هون ومش عم تقدر تأمن لهم الحماية. أنا كتير فخورة إنه أنا عم بقدر أساعد الأم والأولاد حتى الأطفال، إنه بقدر نعطيهم المساعدات هون بالأمم المتحدة أو بالمفوضين، أمن لهم المدارس. بتمنى لهم يعني بتمنى لكل أطفال العالم ولكل الأمهات إنه يكونوا أولادهم معهم ويعيشوا بسلام بأي بلد هلأ موجودين فيه.